الاسلام اللي مدرب الترجي هيلعب بنفس التشكيل. انا اتفرجت على الترجي اكتر من ماتش، حتى الماتشات اللي بره بنفس التشكيل، حتى اللي بره، حتى الماتشات اللي بره بنفس التشكيل، حتى بنفس اسلوب اللعب. هو دايما بيلعب دفاعيا وبيلعب على الهجمات المرتده، وطول الوقت بيركز على الكور الثابته، طول الوقت بيركز على اساس شوط شوطه، يعمل فاول القرانن، بياخدوا ضربات جزاء. هو طول الوقت المدرب مركز على دي، حتى لو والحقيقه الاهلي كان قافل عليه كويس ساس جدا في الماتش ده، عشان كده الناس ما حستش بخطورته. يعني اللي بيتفرج على مباريات الترجي قبل كده يقول ان يعرف تماما ان ده ميديرو ساس ده افضل واحد لعيب في الترجي. لعيب مميز جدا، لعيب برازيلي، لعيب مميز، عنده حلول كتيره جدا، بكسب الترجي في ماتشات كتيره، حتى في الدوري او في بطوله افريقيا كان من اللعيبه، يعني يعتبر هو اهم لعيب عندهم في الترجي. بيلعب كور الثابته كابتن اسلام غير طبيعي، بيعمل اسيستات غير طبيعي، بيشوط من اي حته، رجله قويه جدا في الملعب، ما بيخافش، عنده شخصيه. فبصراحه الماتش ده النادي الاهلي قفل عليه كويس جدا. عبد المنعم وربيعه قفلوا عليه، خط النص مروان وامام عاشور باين قوي، اللي مستر كولر اتفرج على الترجي مره واثنين وثلاثه، واللعيبه كلها اتفرجت على اساس، قفلوا الملعب كويس جدا، بدليل ان المدرب طلعه، فبدليل المدرب طلعه وحس ان هو ما اداش ال 100% بتاعته. فانا شايف اللي هو المدرب بتاع الترجي بيلعب بنفس التشكيل، حتى التغييرات بيبقى التغييرات بتاعته متاخره، بيلعب على الهجمات المرتده، بيلعب طول الوقت اسلوب لعب اصلا كابتن اسلام دفاعيا مش هجوميا. فانا شايف اللي هو هيلعب بنفس الاسلوب ونفس اسلوب اللعب في الترجي، هيجي يلعبه هنا في في في, في القاهره، وعارف الضغط الجمهور، وعارف ان اللعيبه بتاعت النادي الاهلي اول ربع ساعه او اول 20 دقيقه. حتى في تصريحاته بعد نهايه المباراه قال لك انا عارف انا هعمل ايه. بص يا كابتن، هو كل مدرب بيقول، ما عادي، ما فيش مشكله، كل مدرب بيقول، مع المدربين العالم كلها بتقول هعمل وهسوي وطريقه اللعب وكل ده، بس هي اللعيبه او ساعه الماتش نفسه الموضوع بيبقى مختلف، ساعه الماتش نفسه المجربة بتبقى مختلفه، اللعيب نفسه هل هو فايق او مش فايق. نجح فنجح في المباراه اللي قبل دي، هو سان داونز كابتن، بص يعني كابتن، عاد من بريتوريا بهدف بفوز، اعتقد ده شيء جيد جدا. بص كابتن، سان داونز فريق كبير، لعيبه هايله، ولعيبه بقالها سنتين ثلاثه اربعه خمسه بيلعبوا مع بعض، بس انا برضه كابتن النادي الاهلي غير، لعيبه النادي الاهلي غير.